إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من واد الديزة. متابعينا الكرام، من بعد ما كان الواد يعني كانت فيه رائحة وكان مستنقع المجموعة ديال البعوض، فلله الحمد فالسلطات هي دخلت وكتقوم بال يعني بالتنقية ديالو وبالنظافة ديالو. متابعينا الكرام، متابعينا متابعي قناة شوف تابي من خلال إزالة الأعشاب وكذلك بعض القاذورات، وللأسف الشديد فماشي غير يعني حتى الساكنة فهي تتحمل جزء من هذا الخطر البيئي الذي يهدد واد الديزة. متابعينا الكرام، إذا متابعي قناة شوف تابي كما قلنا من بعد لايف شوف تابي، فهي السلطات تتدخل من أجل يعني تنقية هذا الواد الذي كان يشكل مصدر قلق لسكينة الديزة بسبب الرائحة التي كانت تنبعث منه. الآن يعني الأمور يعني مشوية كتقاد ديك الرائحة الكريهة، فهي ما بقاتش يعني بديك الصورة، وأكيد بأنه مع مرور الأيام فأكيد بأن هذه الرائحة غادي تزول تماما. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابي قناة الشعب، طلعوا قطره. علي شي حجره انا هاد العملية شنو كيدير؟